بص يا جماعة، وقبل أي كلام وقبل أي حديد يعني لازم نتوقف كثيرا وليس قليلا عند المهاجم اللاتيني المرعب. المهاجم اللاتيني المرعب، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بداية وسام أبو علي، من البداية اتكلمت عليه كتير قوي، من البداية ارجع وشوف الحلقات السابقة اللاعب ده تحديدا، واتكلمنا كمان عنه في الحلقة مفصلة، واتكلمنا عن طريقة الضغط، اتكلمنا عن التمركز الجيد، اتكلمنا على طريقة التصويب، اتكلمنا على ما شاء الله يعني كل حاجة اتكلمنا عن كل حاجة. تمام، احنا اتكلمنا على وسام ابو علي. اللحظة دي احنا غلابة قوي. عارف انت يعني لما يعني تبقى عندك مهاجم انت مش لاقي كلام ان انت تقوله عنده، يعني لما يبقى عندك مهاجم بقيمة وسام ابو علي، وما انتش لاقي كلام تقول. الحقيقة يا جماعة لو قعدنا نتكلم عن وسام ابو علي ساعة والله العظيم ما هيكفيه الكلام. وسام ابو علي بيثبت كل مباراة ان هو مهاجم غلطة. تخيلوا قاعدين بقالنا 3-4-5 سنين علشان نجيب مهاجم افريقي قوي بعد وليد ازارو وبعد فلافيو وبعد عماد متعب، مش لاقيين. قاعدين نجرب مرة موديست، مرة ولتر بواليا، مرة اليو باجي، مرة مش عارفة مين، قاعدين نجيب مهاجمين ونجرب فيهم مهاجمين افارقة. طيب سوزا ده المهاجم البرازيلي اللي كان في اليابان اللي رفض النادي الاهلي وبعد كده قعد يتكلم وقال لك انا عندي استعداد اروح افريقيا، ولكن سوزا قعد يتأمر على النادي الاهلي. سوزا وفي الاخر رحنا جبنا مهاجم فلسطيني مصري. كل الناس على فكرة عند التعاقد مع وسام ابو علي اتكلمت على مجلس ادارة النادي الاهلي ووصفته بالمجلس الادارة المفلس اللي مش قادر يدفع حاجة. قعدنا كذا سنة نجري ورا سوزا وورا موليكا، والنادي بتاعه يعلي السعر ويعلي ويعمل، وموليكا يتشرط وينزل يتصور بالتيشيرت النادي الاهلي ويغازل في جمهور النادي الاهلي. في الاخر رحنا لابن فلسطين البر وسام ابو علي. الحقيقة انا مش لاقي كلام اتكلم على المهاجم ده. الحقيقة يا جماعة النادي الاهلي غلط وتعاقد مع رونالدو، اتعاقد مع ميسي، اتعاقد مع يعني حاجة كبيرة، سواريز مثلا، ليفاندوفسكي، يعني اتعاقد مع حد غلطة. وسام ابو علي بيثبت كل مباراة انه مفيش حد مالي عينه. الحقيقة وسام ابو علي بجد بيقول لي انا مفيش حد مالي عيني. هو انت يا ابني ما عندكش اخوات؟ يعني انت يا ابني يعني حتى المقاولين العرب كنا قلنا يعني ممكن نكسب المقاولين في اخر الشوط الثاني، ما نزعلهمش بدري، ما نخليهمش يفقدوا الامل بدري، لكن وسام ابو علي كل مباراة بيثبت للجميع وبيثبت لمارسيل كولر ان هو كان غلط. تفتكروا، تخيلوا يا جماعة ان وسام ابو علي اول ما جه للنادي الاهلي كان المهاجم رقم 3. تخيلوا كان موديست العجوز كان رقم 1، كهربا رقم 2، وسام ابو علي رقم 3. طيب هات لي حد في الدوري المصري دلوقتي قادر على وسام ابو علي. وسام ابو علي زي ما انت عايز تقول قول، تسديد بتلاقي، مهارة بتلاقي، اهداف بتلاقي، بالدماغ بتلاقي، ضربات حرة بتلاقي، انقضاض بتلاقي، سرعة بتلاقي، شراسة بتلاقي. بصوا كل اللي انت بتحلم بيه وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه مع وسام ابو علي. طيب هل وسام ابو علي
النادي الأهلي كده أصبح مش محتاج مهاجم قوي في قوة وسام، لا الأهلي محتاج، الأهلي قولا واحدا محتاج مهاجم بقوة وشراسة وسام أبو علي، لأن الأهلي داخل على بطولات ملحمية مفيش فيها هزار ولا فيها تهريج. وسام أبو علي لازم يكون له بديل قوي، إمام عاشور لازم يكون له بديل قوي، مروان عطية لازم يكون له بديل قوي، عبد المنعم لو رحل على النادي الأهلي لازم يكون له بديل قوي. فلازم مجلس إدارة النادي الأهلي يتحرك بدري، يتحرك بدري. موسم الانتقالات بدأ، موسم الانتقالات بدأ. الدور الوحيد في العالم اللي مستمر لحد دلوقتي هو الدور المصري، فلازم مجلس إدارة النادي الأهلي يكون مخلص صفقات، ومع نهاية الموسم يعلن على طول. الأهلي ما جابش غير يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري المصري، يعني ما جابش غير يوسف أيمن. فمجلس إدارة النادي الأهلي متأخر كتير، الحقيقة متأخر كتير، فلازم مجلس إدارة النادي الأهلي يتحرك، لازم مجلس إدارة النادي الأهلي يتحرك، لازم يعمل حاجة، لازم يقول حاجة. لكن اللي أنا شايفه الحقيقة إن في بطء كبير جدا من إدارة الاسكاونتنج في النادي الأهلي وإدارة التعاقدات في النادي الأهلي. قاعدين نسمع في صفقات وعايزين نسمع في مهاجمين، عدي الدباغ وعمر فرج ومش عارفة مين، قاعدين نسمع أسماء فقط. احنا عايزين ناس يتم الإعلان عنها، تعاقد مع النادي الأهلي، ينزلوا مع النادي الأهلي في التدريبات على الأقل. الأهلي على فكرة مش هيبقى عنده فترة أو وقت يعمل فيه فترة إعداد، فالصفقات اللي النادي الأهلي يجيبها يخلص عشان ينزلوا مع النادي الأهلي في التدريبات في الفترة اللي قبل الموسم الجديد دي، لأن النادي الأهلي مش هيبقى عنده فترة إن هو يعمل فترة إعداد ولا وقت ولا مساحة. فأنا شايف الحقيقة بجد بجد يعني إدارة التعاقدات في النادي الأهلي عندها بطء رهيب، بطء رهيب. وبجد وسام أبو علي ده تسلم يا ابني العين اللي شالتك، تسلم العين اللي جابتك، تسلم. يعني هقول لك ايه، نفسي اعرف مين اللي جاب وسام ابو علي ده، مين اللي عينه راحت على وسام ابو علي. انا بصراحه عمري ما كنت اتوقع ان منتخب فلسطين او فلسطين العربيه الشقيقه تمام الحبيبه دي تطلع مهاجمين زي عدي الدباغ وعمر فرج وسام ابو علي. الحقيقه بجد المهاجم وسام ابو علي اثبت انا ما اعتقد ان موليكا لو كان جه، انا من وجهه نظري في مستوى وسام اللي بيقدمه ده وربنا يحرسه من العين، ما كانش هيبقى أفضل من وسام أبو علي موليكا. سوزا ما كانش هيبقى أفضل، أنا بقول لكم هو كانش هيبقى أفضل على الإطلاق نهائي. بالنسبة لعدي الدباغ اللي أنا سامع وعمر فرج إن أنا سامع عنهم وبشوف لهم بعض الفيديوهات إن هم مهاجمين قوية جدا، أقوية جدا، يعني لو جم النادي الأهلي هيبقوا إضافة، وإضافة قوية، وإضافة زي ما تقول قول. فأنا يعني ومش هيبقوا محسوبين على النادي الأهلي أجانب، هيبقوا محسوبين مصريين، فهيدي فرصة للنادي الأهلي إن هو يجيب بقى إيه باك شمال يعني بديل لعلي معلول كده يكون إفريقي قوي زي يحيى عطية الله، يجيب وسط ملعب قوي زي مكوينة بتاع سان داونز، يجيب جناح يكون سريع زي مثلا سفيان رحيمي، يجيب حاجات. يعني الأهلي داخل على معجنة يا جماعة والله العظيم. فلازم إدارة الاسكاونتنج في النادي الأهلي وإدارة التعاقدات لازم تتحرك بسرعة جدا، لأن مفيش وقت، مفيش وقت. أنا مش هتكلم أكتر من كده، وأنا سايبكم بقى تقولوا اللي أنتوا عايزينه كله في التعليقات على وسام أبو علي. بشكرك يا صديقي إن أنت استكملت معايا الحلقة للنهاية. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.